واغون في الدرب الجديد الزنقه خمسة مع قول ديك الوقيته ديال الوحده وشي حاجه هذا الشيء فاش كاين انا ما كايناش كاع مشيت عند الدريه اللي خاطب ولدي مشيت مسافره لمكناس سافرت لمكناس مازال نجي نوصل المحطه حتى عيطوا لي الناس قالوا لي جي ولدك راه قتلوه صافي رجعت الكار اللي حطني واللي هزيت في كار اخر ما كاينش ولدي ما عندوش شي علاقه بالاطرات اللي تيقولوا ولدي داير الاطرات ما كاين حتى شي حاجه هذاك مضارب هو وخوه حدو هضر مع ولدي على الصباغه ولدي تيقول ما شكون اللي دار الصباغه خاصني في داري قال له انا اللي درتها واش باغي تكون الناس اللي تيقولوا في الدرب قال له صافي صافي صاحبي سير انا ما غنضربش معاك انا بركه مشاكل اللي عندي مع باس كفيني هادشي اللي قال صافي هادشي ما كان هز الجنويه الولد هذاك طلق خوه مشى هرب جبت خوه مشى يهز هو الجنويه الاخر مشى الجنويه ما لقاش خوه خبعاته خبعوه في الدار جا لولدي تيعقد قلت التبرديله خارج جاب الجنويه دخل الدرب حدا باب الدار دخلت الدرب فين هو حنا وفين حنا دخلت لباب الدار نزل عليه بالضربه الاولى وبالثانيه طير له دابا هادي ديال الراس بودنيها بكل شيء طارت ايش جمعوا له الدراري بالتريكو احزموا له راسه بالتريكو راه هادشي منكر راه المنكر راه اللي يفرع عليه الجنوي تمشي راه المنكر هذا وملي جينا للسبيطار حنا ثلاث ايام وحنا دابا من على هاد الحاله ثلاث ايام سيري واجي سيري واجي احنا نشوفوا شنو قالوا لنا غيموت قولوا لنا غيموت ماشي جيب هاد الدواء شري هاد الدواء شي حاجه ما كاينه بغيت نعرف حق ولدي نشد حق ولدي بغيت حق ولدي وبغيت يشوفوا هاد السبيطار يخابلوا هاد السبيطار يشوفوا شنو فيه ما كاين سبيطار ولدي ما عندوش علاقه بالابتراس ولدي ما عندوش غادي تجيو للدرب عندنا وغادي تسولوا دخلوا من الدرب لا قالوا لكم ولدي عنده مع الابتراس ولا شي حاجه انا اللي غادي ديك الساعه نتحاسب ما عندوش ولدي مع الابتراس ما كاين لا ابتراس لا والو هما الصباغه اللي دايرين في الحيط دايرين ديال صبغه الراجه ودارت الوليدات غطات داكشي ولكن ولدي ما عندوش علاقه بالاطره ولا ولدي محب للراجه تيموت على الراجه ولادي كاملين تيموتوا على الراجه صافي ولكن ما عندوش مع داك التخربيق صافي حيت حنا ما حد ما حد يعطينا شي ريال صافي هذا هو نداء ديالي للمسؤولين باش يشدوا هذاك اللي هربان راه حشومه هادشي خصهم يشدوه راه تيدور ولدي صافي قالوا لي غدا نخرجوه للامور ولدي غدا غادي يخرجوه للامور ميت